السلام عليكم إخواني وأخواتي الأوفياء، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ديني 100%. إن شاء الله غادي يكون فيديو قرآني اللي غيكون فيه قراءة أو تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم. قبل ما غادي نبدا هذا الفيديو، بغيت نشكركم على التعاليق ديالكم المحفزة والدعم ديالكم المتواصل، فكنشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء. بغيت نشكر الأستاذة ديالي دنيا القواعد جويدية، اللي هي ماشي غير الأستاذة ديالي، فهي أخت ديالي عزيزة ليا. كنقول لها شكرا لك بزاف على المجهودات المبذولة اللي كديري معنا وعلى المساعدة ديالك، وأيضا الشكر الجزيل لمجموعة صدق والتعاون تحت رئاسة أختي ليلى وأخي منير وأختي سيهام. تمام، نقول لهم شكرا لكم بزاف، وشكرا لكل مجموعة كل واحد بالاسم ديالو بدون استثناء. إذا اليوم هذا الفيديو هذا غادي نقرأ الثمن الثاني من النصف الثاني من الحزب الثاني من سورة البقرة، وأيضا الثمن الثالث من النصف الثاني من الحزب الثاني من سورة البقرة. إذن سأبدأ بإذن الله، وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. وكما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا يا رب العالمين أتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجابكم إذا نال إعجابكم هذا الفيديو فلا تنسونا من اللايكات والتعليقات المحفزة وهذا كان هو فيديو اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.